شوية شطة كده على الملح وأقلب كله في بعضه. وده الملح اللي هخلل بيه. هجيب بقى برطمان أو علبة بلاستيك اللي موجود عندك نخلل بيهم. قولولي تاني. يا كريمة صباح الفل، صباح البحر على شمس الشموس. ازيك يا كريمة، عاملة ايه يا عمر؟ الحمد لله. والله انا لسه فاتحه حالا، طبعا شايفه بقى السمك والسردين الجميل. أيوة. ده عندنا بقى في المكس، ودايما عندنا بيبقى مليان كده في الاسواق، بيبقى أكيد. يعني بيدي لون الفضه كده، بيبقى تحفه. بصوا يا جماعه، بصوا يا كريمه عامل ازاي، بيضوي ضي كده. طبعا بيضوي ضي زي شمس الشموس اللي بتنور ربنا يخليكي. ده من ذوقك يا قمر، والله الف شكر. انا وانتي طيبه، وكل بيت العيله فرد فرد طيب يا رب. ربنا يخليكي. انا قلت بس طبع عليكي، وعايزه المقادير بقى اللي هي الاولانيه دي عشان عندي محمد بيحبه جدا. حاضر، من عينيا الاثنين. ننزل لك مقادير المعلب حالا يا فندم، حالا. اعمليه في البيت كمان ليوسف، كمان مهم جدا. حطيت ملح على شطه، وهاخد في الاول كده في العلبه اللي هخلل فيها شويه ملح تحت كده الاول، طبقه ملح تحت اللي هي هحط عليها السمك. وده كيس بلاستيك حطاه كده عشان بعد كده هغطي بالكيس البلاستيك ده عليه قبل ما اغطي. ده السردين المعلب اهو قدامكم. وبعد كده السردين بتاعنا ده يا جماعه مغسول تحت ميه جاريه في الحوض ومتنشف في مصفه المكرونه. في حاجه بقى مهمه عندي، لما اجي اعمل السردين لازم، بصوا لي بقى كده، ده سر من اسرار. فاكرين الحلقه الخارجيه اللي كنا عملناها قبل كده عند بتوع السردين في نبروه، انا بحييهم كلهم. قالوا لي السر ده، لما اجي ارص السردين هنا البطن وهنا الظهر، تمام؟ لما اجي بقى ارصه ظهر في ظهر، ارصه ظهر في ظهر، لا اعمله كده بطن في ظهر واخليهم كده لازقين في بعض. تاني برضو كده، وبعدين اول طبقه كلها تكون في اتجاه واحد، وتاني طبقه تكون عكسها، يعني الطبقات تكون عكس بعض. بصوا كده اهو، وتحت خالص في طبقه ملح. الناس اللي بتسال السردين ده اتغسل، ايوه يا فندم اتغسل تحت الحنفيه في مصفه المكرونه، وبعدين اتحط في المصفه لما نشف خالص، لازم ميته تنشف خالص، وبعدين بروح رصاه. مين معانا كده؟ ماشي اهو، شايفين الدماغ في اول طبقه، الدماغ كلها في اتجاه واحد بالشكل ده، ونحاول كده نزنقه في بعضه اهو. دي اول طبقه اهي، ده شكلها. وبعدين اروح واخده من الملح ومغطيه الطبقه دي، الملح اللي بالشطه. ما بنحطش غير كده، ما بنحطش زيت، ما بنحطش ليمون، ما بنحطش مش عارف كرفس، كركم، الكلام ده كله ما فيش. ملح وشطه لا غير اهو. وحطه كده على الراس وعلى الديل كده في كل حته. استاذه ساميه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير والله العظيم. بس انا اول مره اكلم حضرتك. اهلا وسهلا. بس دايما دايما كنت بكلمك على الفيس. اهلا بيكي. وبعلق لك انا ام محمد وشرهان وشهان، ده دايما متابعتهم. ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبي. ادعي لي، ادعي لي ان هم ربنا يكرمهم يا رب. يا رب ويهديهم، اهم حاجه في الدنيا والله. يا رب. وحفيدي، حفيدي بيحبك جدا. حفيدي لسه صغنن خالص، بس بصي اول ما يجي برنامج بتاعك والله العظيم يفضل يبص وبيبقى فرحان بيكي قوي. والله ما شاء الله. اسمه ايه؟ اسمه احمد. احمد ربنا يخليه لك. احمد محمد فرج. ربنا يخليه يا رب، اللهم امين ويحفظه. الله يخليك. ادعيلي، ادعيلي ان ربنا يكرمهم يا رب ويهديهم. يا رب يا رب، انا وانتي وجميع السامعين، يهدي لنا اولادنا جميعا يا رب. يا رب يا رب، اشوفك هنا واشوفك في احسن حال باذن الله. الله يكرمك واشكرك والله على مكالمتك. زي ما بتسعدينا يا رب. ربنا يخليكي، وانا تحت امركم دايما والله. اشكرك حبيبه قلبي. الراس الناحيه الثانيه، يعني عارفين اللي هو ايه، خلف خلاف كده. اول طبقه كانت الراس كلها الناحيه دي، بصه الناحيه دي. الطبقه الثانيه لا، الراس بصه الناحيه الثانيه كده. وحطينا طبقه ملح، ونرص تاني السردين ابو دماغ محمره العسل ده البلدي، عارفين اللي هو بلدي على ابوه. يا اسماء. اسماء ازيك يا اسماء؟ عامله ايه يا شيف؟ الحمد لله بخير. انت اخبارك ايه يا عمر؟ والله احنا بنحب حضرتك جدا، وخصوصا البرامج بتاعتك بتفيدنا كتير. ربنا يخليكي، وانا تحت امركم دايما والله يا اسماء.
قولي لي يا اسماء، ليكي اي سؤال قولي لي يا قمر، تحت امرك. عايز اعرف الكوبيبه، طريقه الكوبيبه. الكوبيبه ماشي. ما شفتيش؟ معلش انا بتقل عليكي. لا لا يا حبيبتي تحت امرك، امريني. وايه تاني؟ عايز اعرف طريقه الشاورما اللحمه. الشاورما حاضر من عينيا. معلش بقى بالمره كده طريقه مقادير الهريسه عشان ما حضرتش الحلقه دي. ما حض... ده انت كده ما حضرتيش حلقات كتير قوي على فكره. كل اللي انت بتقوليه ده عملناه، معنى ان انت بتسالي عليه يعني ما شفتيهوش. معلش يا سيسالة، انا راجل من الشغل متأخرة. يا حبيبتي ربنا يعينك. حاضر والله حاضر بإذن الله. متشكرة ليكي جدا يا سيسالة. العفو، شرفتيني يا قمر. شايفين معشق ازاي؟ التعشيقة دي مهمة جدا جدا لتخليل السردين الصح. حتى هنا لما في فراغ وحطيت سمكتين حطيتهم برضو عكس بعض، ديل راس راس ديل، الناحية التانية نفس الحكاية، تمام؟ يبقى أول طبقة الدماغ كلها كانت رايحة كده، وبعدين حطيت عليها ملح وشطة، تاني طبقة الدماغ رايحة الناحية التانية، وبرضو هنحط عليها دلوقتي ملح وشطة ونغطيها خالص، وأقفل عليها الكيس البلاستيك وغطى العلبة وأسيبه لمدة 15 يوم. أنا بقى من عندي بقولك، طالما بتخللي بملح خشن اوعي تخللي أبدا أبدا بملح الأكل العادي الناعم، اوعي لحمة الأسماك تنشف منك، تجيب ميتها وتشد معاكي وتحدق، كل ده بيعمله الملح العادي. خللي كل الاسماك بتاعت شم النسيم من دلوقتي بملح خشن، موجود عند اي عطار، موجود في اي سوبر ماركت، بقى فيه منه عبوات دلوقتي نظيفه جدا وجميله جدا. الملح الخشن يا جماعه ما بيدوبش فما بيحدقش، تمام؟ بيحافظ على السمكه، بيبقى عامل زي ماده الحفظ، بيخلي السمكايه بتاعتك لحمتها طريه جدا زي الزبده، عمرها ما تحدق. لو الملح كتر منك وانت بتخللي مع الملح الخشن مش هتحدق يا جماعه. طيب سؤال تاني، ليه ما حطيتيش في الخياشيم زي ما بنعمل في بقيه الاسماك؟ الخياشيم بحشيها للسمكه الكبيره اللي مليانه لحمه زي الفسيخ كده، اساسي معايا السردين وبق السمكه بنحشيه، لكن السمك الصغير اللي لحمته صغيره اصلا ما بينفعش نفتح الخياشيم بتاعته، وما بتستاهلش الحكايه ان احنا نحطه في الخياشيم. مجرد طبقه ملح تحت، والسمك كل سمكه كل طبقه وطبقه جواها ملح استوى، مفيش اي مشكله خالص. لكن خياشيم لا، سمكيه كبيره انا اول واحده هقول لك حطي في الخياشيم، ده لازم اساسي كده. بقى دلوقتي هروح حاطه على الوش برضو كده طبقه كمان من الملح والشطه، بس مفيش اكتر من كده. وقلت لكم قبل كده وهرجع اقولها لكم تاني من فضلكم، تخليل الاسماك دي حاجه حساسه جدا وحاجه مهمه جدا. اي حاجه تحصل غلط لا قدر الله والسمكايه باظت هتبقى فيها مشكله، وتبقى مشكله كبيره كمان. فمش اي حد ناخد منه تفاصيل تخليل الاسماك، من فضلكم. السنه اللي فاتت عملنا مهرجان تخليل لو تفتكروا، والسنه دي انا واخداكم على الهادي كده، كل شويه بنعمل وصفه ونسيبها تتخلل براحتها خالص، ويوم شم النسيم كل ده بقى يبقى مستوي معانا، هطلعه معاكم كده نفتحه وننضفه ونقدمه الف هنا وشفا.